ومن اليوم الفخري للاتحاد الأفريقي إلى جناحه في أكسبو 2020 دبي، الذي يركز على التخفيف من حدة مخاطر الكوارث التي تتعرض لها دول القارة السمراء بصفة متكررة، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ أجندة 2063، وهي الخطة العامة الكبرى التي تهدف إلى تحويل أفريقيا إلى محطة لتوليد الطاقة للعالم في المستقبل. مزيد من التفاصيل في تقرير هاني موعد. من إكسبو 2020 دبي، الاتحاد الإفريقي يعلن عن أجندة 2063 لتحويل القارة السمراء إلى محطة لتوليد الطاقة للعالم عبر الاستثمار الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية. جناح الاتحاد الإفريقي في المعرض الدولي منصة تجتمع فيها قدرات وآمال وطموحات لمستقبل آمن ومستدام ل55 دولة عضوا في الاتحاد. هنا تاريخ بدأ مع نشوء الجنس البشري، حافل بثقافة وأحداث ومساهمات أضافت الكثير للبشرية، نادت بالمساواة والعدالة وحققت الإبداع في الكثير من المجالات. قارة إفريقيا تدعو العالم للاستثمار في طبيعتها ومواردها الغنية، إنها المستقبل. هنا يتم تقديم رؤية جماعية للاتحاد الإفريقي بجعل إفريقيا قوة عالمية حيوية. الجناح يسلط الضوء على طموحات القارة السمراء في عدة قطاعات تنموية، منها الرعاية الصحية والبنية التحتية وتقنيات الاتصال والاستثمار والزراعة والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تطلعاتها المستقبلية ومساعي دولها لتحقيق الرخاء لشعوبها. جناح الاتحاد الإفريقي يتيح للدول الأعضاء إبراز التزامها تجاه التنمية المستدامة، ويطرح اتفاقيات الشراكة المحتملة بين دول إفريقيا ودول العالم الغربي والعربي للمساهمة في منح الزخم اللازم لمسيرة التحول الاقتصادي في إفريقيا صوب اقتصاد أكثر موائمة للمستقبل. رسالة الاتحاد من إكسبو 2020 دبي تفيد بأن أفريقيا مستعدة ومنفتحة على الأعمال التجارية وتحقيق الأهداف الاقتصادية من أجل دفع عجلة التقدم وتحقيق أجندة 2063 وصنع ريادة القارة السمراء عالمياً.